رسالة الشيخ حميد بن راشد بن حمدان النعيمي إلى سلطان مسقط وعمان سعيد بن تيمور، وذلك في 10 من يونيو لعام 1955، يعرفه فيها أنه وجماعته من رعاياه، وديارهم هي دياره، وأمرهم راجع إلى الله ثم إليه. وجاء في النص المفرغ: بسم الله الرحمن الرحيم. من حميد بن راشد النعيمي إلى حضرة سيدنا المطاع صاحب الجلالة السلطان سعيد بن تيمور المعظم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا نود أن نعرف جلالتكم بأنني وجماعتي محسوبون على الله ثم عليكم، فنحن رعاياكم وديارنا هي دياركم، وأن أمرنا راجع إلى الله ثم إليكم. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دبي بتاريخ 19 من شوال 1374 للهجرة. حميد بن راشد النعيمي. المصدر ورقم الاستدعاء: الأرشيف الرقمي للخليج العربي. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.